مرحبا، اهلا وسهلا. حلقة جديدة من ماي تاون. عنوان الحلقة ما لو قلتم ما الجزء الاول. ان ابي طماع جدا، ياخذ مال لم يستحقه من الفقراء. ساقول له هذا الكلام. يا أبي، إنك تأخذ ما لا تستحقه. لا تتخلي هذا الموضوع يا ابنتي. اسموتي، اذهبي لغرفتك. لا، لم أذهب. اضربك. حسنا، سأهرب الليلة من هذا القصر عندما يكون نائمين. عندما جاء الليل سأرى الملك نائم والملك نائمين. جيد، إنهم نائمين. سأخلع ملابسي وألبس ملابس الأميرات وأرتدي ملابس الأميرات. حسنا، سأخرج من هذه القلعة أهرب وأذهب إلى غابة الجنيات. إنهم طيبين جدا. حسنا، سأخرج من الماء. يا أميرة جولييت، أين أنت ذاهبة؟ أنا أريد أن أطلع النافذة. حسنا، سأحط في الشاي منوما لكي ينام وأخرج. سأنزل من السلالة. يا حارس، تريد أن تشرب هذا؟ حسنا. سأنام، أنا أشعر بالنار. سأنام الآن. أميرة جولييت. حسنا يا حارس، اذهب إلى النوم. اذهب إلى النوم. حسنا. جيد، إنه سأنام. سأهرب الآن. سأحط هذه القبعة. حسنا، سأمشي لكي أصل للغابة. وبعد مرور 20 دقائق، حسنا، لقد وصلت إلى الغابة. سأدخل الغابة الجنيات. لقد وصلت إلى الغابة. الأميرة جولييت. نعم. حسنا، سأنادي أهل الغابة الجنيات. يا أهل الغابة، تعالوا. يا أهل الغابة، الأميرة جولييت هنا. ماذا يا جون؟ الأميرة جولييت. حقا؟ الأميرة جولييت، أنا سعيد جدا يا أميرة. وأنا أيضا. حسنا، ماذا تريدين يا أميرة جولييت؟ أنا أريد المساعدة منك. ما هي؟ الملك أنا أبي قاسي جدا وأنا أريد أن أساعد. والملك؟ بالطبع، إنه الملك. سلام.
هناك ساحر يعيش في الشمال، اذهب إليه وسيساعدك. حسنا، شكرا يا جميل، سأرحل الآن. حسنا، الوداع. الوداع. وعندما مرت 5 ساعات والأميرة جوليات وصلت إلى الساحر. أوه، لقد تعبت جدا. حسنا، سأسأل هذه الفتاة. يا فتاة، أين الساحر؟ الساحر، أين الساحر؟ حسنا، سأريك. تعالي معي. حسنا، هنا بيت الساحر. حسنا، سأناديه لك. أوه، الأميرة جولييت، تفضلي. حسنا، ما هي المشكلة يا أميرة جولييت؟ إنني أبي قاسي جدا وأريد أن يكون طيب. حسنا، عليك تعرفين على 3 من هذه الشيء، وبعد ذلك أباك سيصبح طيب. حسنا، سأذهب الآن. شكرا يا ساحر. العفو. وهيك بتكون خلصت حلقتنا. اذا عجبتكم الفيديو ما تنسوا تدوسوا لايك وسبسكرايب. باي.